اولا مرحبا بالحضور الكريم السيد ناشط عز الدين ممثل مجموعه اشعاع الفنون الشعبيه. هذا حفل تكريمي للسيد ناشط حميد ملقب بالديريجه، وتكريم للمقاطعة برمسها وليس للمكرم فقط. مرحبا بجميع الزوار في الاغنيه الزجليه الغيوانيه والدائره دائره السبعينيات. نتمنى من الجيل الصاعد ان يتفهم هذا الملتقى وهذا العمل الزجلي كي يصب في عمل الحداثيين تقدمي بامتياز وشكرا.